استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية هذا اليوم. سعادة السيد جاريد كوشنر كبير مستشاري فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة في إطار جولة تشمل عددا من دول المنطقة. ورحب جلالته بالسيد جارالد كوشنر واستعرض معه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها على الصعد كافة. وأعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية قوية، منوها بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات في ظل الحرص المشترك على تطوير هذه الروابط وترسيخ دعائمها. وأشاد العاهل المفدى بالدور المحوري الذي تطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة التي تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جهته أعرب السيد جاريد كوشنر عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها خلال زيارته للمملكة، مشيدا بمواقف البحرين الداعمة لمساعي السلام والأمن في المنطقة. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.